ليش المناسبة؟ فرحا بالانتصارات التي من الله بها علينا. انتم منو؟ المسلمين. حتى احنا مسلمين. المسلم لا يقف مع الكفار في خندق واحد يا شيخ صلاح. ليش انت تشبح في كفار واقفين حداي توه؟ وخطب الجمعة اللي تحارب فيها جهاد المسلمين ضد الكفار والطغاة. هو انت ماشي في بالك ان اللي يديروا فيه داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى هذا جهاده؟ وماذا تسميه انت؟ تطرف وخروج على الدين والملة وحقد أسود على البشر أجمعين.